باش توحشوك البيسي هذا، البواتي هذي باش توحشوها. شاركون، باي باي. عسلامة ان شاء الله امركم زيت زيت ان شاء الله. تبداو لاباس معاكم ويش سخون تاع الاخر لابس ماريو في السخانة هذايا، تعرفتها بنحي ماريو. لا الفيديو هذي مش تكون طويلة برشا، اكثر باش تكون فلوج اكثر من اللي هي باش تكون مانيش باش نبدل برشا حاجات في البيت. عندي برشا عمر فيديوهات هكا شاد الكاميرا فيديو دي تعبت على الاخر، قاعد ترى زعما بالكدا ولا مانيش عارف. ان شاء الله تقطع شبابيك اليوم. اليوم غدوه يعني، خدت احنا في الليل تويكا، ما نجمش نمشي غدوه الصبيح مع الاولاد، تتفهموا كل شيء بشويه بشويه. بخفف لكم تويكا مادام عندنا وقت. الحكايه الكل غدوه نعدي كنترول ان شاء الله، نشوفوا فيه وجاونا به ان شاء الله. باش نعطي البواتي البيشا باش يهزها هو معاه الاس بي اس، باش نبدل البواتي بتاعي توتر والبواتي بتاعي باش تولي حاجه تحفونا على الاخر، وحاجه ما فماش منها الجمله في تونس. انا الوحيد اللي ملكتها في نورث افريكا. ثم غير ما نطول عليكم نتقابلوا غدويكا ان شاء الله. يكون شي نبدا نروح من القرايه نكمل نحكي شويه، نسمع الكاميرا من القرايه يمكن ما نعرفش ما نعرفش. ومازلنا باش نقدوا الحياه الان اذا كان مازلت مش تويكا لخاطر تعب شويه. رمضان كل يوم لايف، ما نقاش باش خم نعمل حاجه اخرى. وجماعه لايف رمضان اللي ديما معنا في اللايف ما يسيوش يعملوا هاشتاج اللوطه، خراكم موجودين زاده في فيديوهات ولا اكتبوا هاشتاج نحن هنا، هاشتاج لايف رمضان. سلام غير ما نطول عليكم برشا، نتقابلوا غدويك ان شاء الله خاطر ما نجمش نبدا نصور غدوه خاطر نمشي لحد حق 8 تاع الصباح. سو نبدا مخي مكوخر على الاخر، باش نقوم نزيد نتاع الصباح غدوه. شيت، باي باي. هذا اخر نهار باش تراو فيه شاركون، اخر نهار باش تراو فيه بواتي شاركون في البيت، باش تراو بواتي اخرى في الطاس. قبلوا غدويك ان شاء الله، باي باي. ولكن للاسف النهار الاول ما غير بي سي، ما فماش لايف اليوم، ما فماش لايف. مرحبا بكم الاولاد في السطح نتاع البيت، السطح نتاع البيت، السطح نتاع الدار. ما لقيت وين نصور فديت، ما حبيتش نصور في البيت خاطر البيت ما غير بي سي بالحق حطام. بيت من غير بي سي حطام، كيفاش انسان ينجم يعيش من غير بي سي؟ بلي نحب نعرف شكون فيكم بقى من غير بي سي، واللي بقى من غير بي سي كتبنا قداش بقى من غير بي سي. نحب نعرف قداش من واحد بقى من غير بي سي. في بالي شعري باش عشت تو نقدو الشعر، تنكيت برشا عباد وعدتهم وبرشا عباد تستنى في النهار اللي باش نقد فيه شعري. باهي البي سي وينو؟ البي سي هزيتو للاس بي اس باش نعمل مونتاج بي سي باش نركب عفصيل جديده فيه وكل شيء، نخليو غدويكا تعرفوا كل شيء. يعني غدويك يعني اليوم في نفس النهار، ما انا نتصور غدوه. فهمتوني الفايده، فهمتوني انتوما، فهمتوني باهي. اليوم زاد مشيت نعدي في الكونترول كيما قلت لكم ان شاء الله ننجحوا، وزيد مشيت نعدي نهار اخر كونترول. بقيت ما نصور اليوم نحكي معكم شويه، وانا في نفس الوقت نوريكم المنظر اللي بحذايا هنايا. هذايا الدار من فوق في السطح، هذايا السطح صاحبي بحذانا جبل من غادي قبلك في المنظر عالمي. وهي حقا نوريكم حاجه قبل الاولاد، برشا عباد يمكن تتفكرها البلاصه هذه. دقيقه بركه، دقيقه بركه. واش بها الظليه؟ شكون يتفكرها البلاصه هذه؟ البلاصه هذه هي مستقبلنا ان شاء الله في المستقبل. كيما تشوفوا فيها برشا قربش، هذا الاولاد، هذا اللي هوني، هذايا 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 هذايا. شكون يتفك؟ دقيقة حطوا الكاميرا هكا. لا تركح، اركح، فماش حاجة ركح بها الكاميرا. اوكي قيل ياسر بروفيسيونيل، حاطط جراية باش نركح بها الكاميرا. هذايا الحكاية باش نوريكم يحفوها كان الصحاف. هذا صاحبي بلاش بيه احنا ما بدينا الجمله اليوتيوب. البي سي هذا، هذا البي سي اللي بديت بيه اليوتيوب. البي سي هذا شاري وقتها 300 دينار، هذا ب 300 دينار. اي نعم، هذا اول بي سي شريناه باش بدينا بيه اليوتيوب. هذا الميساج حاب نوصله للعباد اللي تحكي تقول لك كل شيء اليوتيوب لازمه فلوس ولازمك فلوس باش تعيش، وشو اليوتيوبر واحد لازمك فلوس. صاحبي البي سي هذا بدينا بيه خرده هذا، وتويكا ولا عنا بيسي تحفون، وان شاء الله غدوة تشوفوا مخير غدويك. وفما من بعد رمضان ان شاء الله كيما تعرفوا برشا عفسات، ما نعرفش قاعدة تصوروا ليه الكاميرا دقيقة برك خاطر حاسة مقحولة. البيسي هذا
بيسي هذا هو اللي بدينا بيه كل شيء. نتقابلوا غدوه ان شاء الله كي نجيبوا البيسي ومزيت الماتيريال التخريم مش عندهم كونترول، ان شاء الله نكملوا الايمات الجايه كل لايفويات في رمضان ونرجعوا غدوه ان شاء الله، خاطر اليوم ما عملت حتى شيء جديد. وهذايا البيت ان شاء الله على قريب ان شاء الله كي يولي عندنا بيجي باهي باش تقد البيت هذه تولي استوديو نتاعنا. اي نعم استوديو نتاعنا. يا سلام. ايوا عسلامة الوليد، ان شاء الله جاكم في السنة القديمة. ودي لي يا معلم عندي برشا ما عملتش انترو يا حاج نارك بكم عاود استنى. ايوا عسلامة الوليد، ان شاء الله جاكم في السنة القديمة. بنفس سخانة ما تحبوا انتوما اليوم فاز سبيسيال كما يقولوا غير ما تقول شناهي قلت لهمش. ما قلت لهمش اما قلت لهم في الليل هذه فسخة في الليل سخانة وناقص انا هذه كاميرا طيب كنت احنا في الاسبيس ما عرفش هي صحيحه ولا بيه. طيب دخلنا الاسبيس هزينا البيسيات ما قلت لكم عليهم في فيديو باش نزلوا قدوهم اليوم انا قاعدين نستناو تويكا باش نركبوا كريفايف تو باش ندخلوا نشوفوا شنو وين وصلوا كل شيء ونعملوا طرف مونتاج وعفصيات وكل شيء وشنو هي اخر باش نمشي نركب ما قلنا انا باش نركب ناخذ البواتيه نتاع المقرف هذايا باش ناخذ الكولر نتاع المقرف هذايا وشنو هي اخر باش نعمل يمكن ابجريد في الرام هكا انا نرجع البي سي نتاعنا نزق ليه على الاخر وانا ما بالله ولا حول ولا قوه الا بالله انا شنو باش ناخذ اني صح شنو باش ناخذ باش ناخذ ماستر كيس برو 5 برو 5 انفيديا ايديشن انا دخلت انفيديا لتونس كيفاش انا راه في محل كولر ماستر بالانفيديا مش بالزوز بيه بعد ما دخلت انفيديا باش ندخل دوز راميات ندخل رامي ربي الولي سيز باش ندخل اكثر زيادة مع اس اس دي باش ندخل زد اكس تي لتونس انا دخلت كراكا اي نعم اي نعم شنو يلعبوا باتل جراوند في اللايف من غير لاك جاونا بيه ما تنساوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على البيت شفتوهم بي سي تبعكم كل اللي غادي تبعكم كل نتاعي يعني. انا اللي ما تشريش بشويه فلوس برشا فلوس عملوكم بيبينات لولي وزوما الكريسي باش تلقاهم لولي باش نعملكم كيف وي كان تحبوا كيف وي نوصلوا الفيديو مليار لايك 100000 لايك فما فانتكس هكا كان تعمل توصل 100000 لايك نعملكم كيف وي على البي سي تبعكم كل كيما تشوفوا إذا كانت بي سي ما في حتى غبرة ما في حتى طرف غبرة جيت الكراكة مش بيش صاحبي هذي باش تركب في البي سي هذي صاحبي تعرف بدل الألوان تصنع جو كيف ما تحب قد بيش سي بون مازال بي سي بيش مغادي تاو باش يركبوه مسكين يحب يرقد وراجل تابو معانا على الاخر تاو بي سي فيت تعبت اول حاجه نحس بدريه ما ضبطه هنايا ينعم
بدلنا البواتي اول حاجه باش نقول لكم بدلناها حاجه ما فهمش منها الجمله وما حتى يوتيوبر في تونس عنده منها. انا دخلت تونس يا عم صاحبي. اليوم جبت لكم ماستر كيس برو 5 جبت لكم كيك كهو انفيديا اديشن في الطاسه. تحبوا تراو البواتي ديجا ريتون طوم في الفيديو ما ينسيش يعني ينسيش. تحبوا تراو الفيديو تحبوا تراو الفيديو تحبوا تراو البواتي سو نوريكم مع بعضنا البواتي. مش نوريكم برشا عفسيت با بريسك ريتون انتم الكل مش في ركبه توا ولا ركبه توا لازم نخدم الضوء باش نوريها تشعل الريحه هذاك الكل با يزي اكوري تلكم تشعل الحق سيوش نوريكم البواتي بكا يز. بدلنا اول حاجه البواتي ما نعرفش قاعد نتراه ولا وريت بدلنا البواتي زدنا في الرام باش نولي نلعبوا باتل جراوند. ما عادش فما كل ديار اللي ياخذ 4 سوايع باش يتحلوا فماش كل كل فهمت كل شركه بي اس اس دي يا اخي الاس اس دي ما لقيناهوش يا اخي تكابرتنا في الاس اس دي وبدلنا. ما عادش فما كل الكعبه الكبيره نتاع كولر ماستر رديناها ان زد اكس تي كراكن. ترى فوتو البروفيل نتاعي رايقة على الاخ ما مش حطها هي برك نحط انا وجهي فيها هي خاطر هذه مش انا نحط وجهي راهو مش انا نحط وجهي انا صورت وجهي فيها يعني بالله هي بري الوجه مش انا حطيت وجهي فيها ومش نقعد نوريكم كل لايف ولا كل فيديو وجهي فيها فهمت غلطين انتم كيف شقاوكم الولاد في البواتيه نتاعي اديسيون انفيديا نعم. أوه واو 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 مرحبا بكم الولاد في ويش انفيديا اللي باش تسالني علاش ما ركبتش البي سي ايزي على الاخر. علاش ايزي على الاخر؟ نخاطر باش نعمل عفصه في فيديو اخرى فهمت عليه؟ سو نحب عود نقعد انا نعمل في العمله مره اخرى نعمل العمله توا ونرتاح. سو نتقابلوا ان شاء الله الولاد في فيديوهات اخرين وبرشا عفصات اخرين وبرشا ريق اخر وبرشا كل شيء في الاخر. وفما حاجه الولاد نحب نقولها لكم البواتيه ذي موجوده تويكا ريتها في ال ما انا مكري ما نقولش ما لازمني نقول موجوده في السيت نتاع الاس بي اس. وفما العاديه وفما اللي اقل واللي اقل واللي اقل ما نعرفش البلايص الاخرين عندهم ولا انا خاطر مثل البوتيكات الاخرين ما نعرفش. فهم برشا عفصات جايتكم وراجعين الخدمه بعد رمضان برشا فيديوهات وبرشا ريق وبرشا العاب. بالسلامه الولاد.